اهلا وسهلا بجميع المتابعين، معكم سراج من قناة تفاصيل تيوب. وقبل ما نبدأ في الفيديو، اذا انتم جداد على هذه القناة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويلا نبلش فيديو اليوم عن اليوتيوبرز التوينز رامي وجرجس. راح نحكي حقائق ومعلومات عنهم وكيف تميز بينهم. الاسم كامل للتوينز رامي وجرجس عماد صبحي. يبلغ رامي وجرجس من العمر 22 عام وهم اخوة توأم. يدرس رامي وجرجس الهندسة المدنية. الحالة الاجتماعية أعزل. ولدوا وتربوا ودرسوا جميع المراحل في مصر. ترجع أصولهم إلى مدينة القاهرة في مصر. هواياتهم بحب كرة القدم والسباحة. مواليد عام 1999 ميلادي. لديهم أخت واحدة فقط اسمها كاترين. يعتنق الديانة المسيحية. تخرجوا من الثانوية العامة بمعدل 89. قبل الظهور على اليوتيوب كانوا يعملوا منظمين حفلات. جرجس مرتبط واسم خطيبته دودو، أما رامي غير مرتبط. حصلوا على 3 دروع من اليوتيوب. رأفت عادل صديقهم من الطفولة. برجهم الحمل. بداية شهرتهم ظهروا أواخر 2017 وأوائل 2018. ألوانهم المفضلة الأبيض والرمادي والأزرق. يطلق على متابعينهم لقب الدباحين. يعتبروا أن سر النجاح في اليوتيوب هو الشخصية والاستمرارية، ويعتبروا العمل على التيك توك أسهل من العمل على اليوتيوب، ويعتبر الانستغرام الأسهل بين جميع مواقع التواصل الاجتماعي. الطعام المفضل هو السمك. الأغاني المفضلة أغاني المصرية. مواصفاتهم الصدق والتواضع، أيضا كريمين جدا. التوينز يحب أن يكونوا مختلفين دائما. يلبس بشكل دائم ملابس مشابهة دائما. حساب الانستغرام بعدد المتابعين 459,000 متابع. حساب التيك توك بعدد متابعين 1,600,000 متابع. عن القناة، قاموا بفتح قناتهم على اليوتيوب في 21/2/2018. يتضمن محتوى القناة لتوينز كل أنواع المقاطع الترفيهية والتحديات الممتعة والمسلية، وأيضا بعض المقالب والفلوجات العائلية والفردية. وفي نهاية الفيديو لا تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.